عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أمس في القاهرة اجتماعه العادي التاسع، وقد مثل دولة الكويت إلى الاجتماع الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية بوزارة الإعلام محمد العواش. الاجتماع بحث عدة بنود من أهمها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي كانت أحد البنود التي ناقشها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة بحضور الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية بوزارة الإعلام رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد العواش. أهم الموضوعات التي تم مناقشتها القرار الاستراتيجية الإعلامية للحد من الإرهاب وتكليف اتحاد إذاعات الدول العربية بوضع آلية تنفيذ لتلك الاستراتيجية التي تم إقرارها في المجلس الأخير لمجلس وزراء الإعلام العرب. تناول أيضا الاجتماع القضية الفلسطينية كبند دائم وضرورة حث كل المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي لتسليط الضوء على ما يجري داخل الأراضي المحتلة من محاولات للتهويد وغيرها من الممارسات والانتهاكات الصهيونية. المكتب التنفيذي ناقش أيضا دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وكذلك الإعلام وأجندة التنمية المستدامة 2030. وأيضا تم اعتماد مشروع قرار يتعلق ب حقوق نقل الأحداث الرياضية وحقية المشاهد العربي بأن يشاهد فرق الوطنية في المباريات، وخاصة نحن الآن مقبلين على كأس العالم وهناك أربع فرق عربية تشارك في هذا المونديال، مونديال موسكو. تطوير الخطاب الإعلامي حتى يكون إعلاما عربيا قادرا على بناء رسالة إعلامية ويرسخ مجموعة من القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية كانت إحدى أهداف هذا الاجتماع، والذي ستعرض نتائجه على مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم المقبل. ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.